بمحاذاة شارع الغربلي وسط سوق المباركية، حافظ مقهى الدلالوة على شكله كقيمة تاريخية رغم الطفرة العمرانية. هذا المقهى اشتراه عبد الله زماني من محمد شريف العوضي منذ حوالي 55 عام. وعلى الرغم من صغر مساحته هاني، إلا أن هذا المقهى ما زال له زبائنه الذين يمنحونه الحركة والحياة. أنه مقهى الدلالوة الذي اشتق اسمه من اسم مهنة رواده. انتصار ذياب زارة المقهى. استمد الحياة، ومن مهنتهم استمد مقهى الدلالوة اسمه وتاريخه الذي بدأ عام 1900. لأنها قديمة، تعتبر من القهاوي الأولية بالكويت، يعني قبل من أهل الكويت القدامى يقعدون فيها، يعني تبادلون وفيها بيع، يعني دلالة بيوت، يعني أشياء كثيرة، كان عبارة عن نشاط اجتماعي متكامل، يعني كان موجود في القهوة هذه كانت. هذا على ايام قديمه، يعني قبل النفط وقبل يوم الكويت على البحر عيشتها. المقهى تعاقبت عليه اجيال، تغيرت ملامح المكان، لكنه بقي محافظا على شكله ونوعيه رواده. المنطقه هذه كلها مكاتب دلالوة، اسهم، في مكاتب عقار في سوق الجت هذا. اسهم نبيع ونشتري فيها، ولا حد دلال نبيع ونشتري فيها. مو كلهم، في ناس تشتغل وفي ناس تي اساس انه قاعده ربعهم تعرفوا عليهم يسالفون يشربون شاي. على الرغم من ان هذا الفريج لم يبرح مكانه، لكنه يشعر بغربة، يتفحص المارة علّه يجد وجه محب. هو بالاصل فريج مشهورين، حتى كله من الشندل وكله يعني من الصخر بحر، يعني معمول وكذا. كان هلال المطيري، كان في جناعات، كان في شيوخ هني، في املاكهم كلها شيوخ كذا، يعني كلها كويتيين ساكنين فيها. الموت غيب الكثير من رواد المقهى الاوائل، ومن بقي منهم على قيد الحياه يسترجع الذكريات. اغلبهم ماتوا، ربعي اللي معاي عيال فريجي اغلبهم مات. وبرغم كل ما مر به من تحديات، بقي مقهى الدلالوة شامخا محافظا على إرثه. فهل سيبقى يقاوم أم سيستسلم لمتغيرات العصر؟